سي بيزك وظيفة إيه هي الرند جن فانكشن. بيعملها ازاي؟ في كذا طريقة هناخد منها الطريقة الكومن اللي هي مستخدمة هي سيكشن 442 لينير ميثود. ايه الكويشن بتاعتها؟ سهلة قوي. اكس ان بلس واحد يساوي ايه؟ اكس ان بلس سي مود نكتبها في صفحة تانية أحسن. إكس إن بلس واحد يساوي إيه؟ إكس إن بلس سي مود إم إيه؟ إن أكبر أو يساوي صفر. تعالوا ناخد واحدة واحدة. ايه ده بنسميه ايه؟ مالتي لاير. السي بنسميه ايه؟ انكريمنت. المدة عبارة عن ايه؟ خارج القسمة. الام ده عبارة عن ايه؟ المودلس. تمام؟ طيب السي تمام ايه انكر تمام طيب ايه اكس ان؟ يبقى لسه اكس ان والان اكبر او يساوي ايه؟ صفر. في اول حاجة الاكويشن دي عايزينها تفضل موجودة على طول، نكتبها تاني. اكس ان بلس واحد يساوي ايه؟ اكس ان بلس سي مود ام. اكس زيرو انا هديها مثلا ايه؟ فور اكزامبل، هو هنا مدي اكزامبل عشان يقولك تتحسب ازاي بس. اكزامبل اربعة تلاتة مديك ايه؟ اتنين والسي تلاتة والام عشرة ومديك اكس نوت بصفر. مديك اكس نوت بصفر. اكس نوت ده بنسميه ايه؟ السيد. اكس نود بنسميه السيد. السيد ده انت بتتهوله، ده ما بيتعملوش جينيريشن. انا هبدا تايتي بالسيد زي ما انا عايز، تمام؟ حطه في المعادله دي، طلع لي اكس واحد بكام؟ اتنين في صفر زائد تلاته مود عشرة. يبقى بتلاتة مود عشرة بكام؟ خارج تلاتة على عشرة يساوي صفر والباقي تلاتة، فدي بتساوي تلاتة.
اكس اتنين يساوي ان هنا يعني اتنين دي ان زائد واحد، فيبقى ان بكام؟ واحد. يبقى احط اكس كام؟ واحد. ايه هي بكام؟ بتلاتة. اضربها في اتنين زائد تلاتة، تلاتة في اتنين بستة، وتلاتة بتسعة. مقياس بتاع ايه؟ عشرة. تسعة على عشرة يساوي برضه صفر، والباقي واحد. يبقى اكس اتنين هنا بكام؟ تسعة على عشرة صفر، والباقي تسعة. سوري، يبقى بتسعة. اكس تلاتة دي ان زائد واحد، يبقى ان بكام؟ باتنين، يساوي اكس اتنين في اتنين زائد تلاتة مقياس عشرة. اكس اتنين بتسعة، تسعة في اتنين بتمنتاشر، زائد تلاتة بواحد وعشرين. واحد وعشرين على عشرة فيها كام؟ اتنين، والباقي واحد. فاكس تلاتة بكام؟ بواحد. دي طريقة الحساب بتاع دي equation. الآن سؤال، هو جايب لك لغاية اكس تمانية، تمام كده؟ طيب السؤال هنا خلي بالك من حاجة مهمة جدا. طيب هو بعد كده جايب لك اكزامبل، يبقى اذا السيكونس اللي هو مطبعه لك، انا مدخل اكس نوب بصفر، هيطلع سيكونس 3 9 1 5 3 9 1 5 and so on. بعد ما تقعد تحسب، طيب خلي بالك بقى من ايه؟ من نقطة مهمة جدا. التلاتة ظهرت هنا، ظهرت هنا، فانت متوقع ان الرقم اللي بعد تلاتة هيجي تسعة، الرقم اللي بعد تسعة هيجي ايه؟ واحد، الرقم اللي بعد واحد هيجي خمسة، الرقم اللي بعد خمسة هيجي ايه؟ تلاتة، هنسقط. فإذا السايكل دي كلها هتتكرر، ريبيت هنا كده، ريبيت. طيب انت في الطاولة بتستخدم، عايز سايكل قد ايه؟ عايز سايكل كبيرة قوي، ده انت بتقعد تلعب يعني دور مثلا 10,000 رمية زهرة مثلا، يعني واضح ان هنا السايكل كام؟ اربعة، لان مدام ظهر تلاتة وربيت يبقى سايكل ايه؟ واطي اوي. طب انت متوقع سايكل كام؟ هو لما انا اقول لك على حاجة انها مود ام، لو ام دي هو مدهالك هنا بكام؟ بعشرة. خارج القسمة من خارج القسمة هيكون من كام؟ فالرقم اللي هيطلع اما صفر او واحد لغاية ايه؟ تسعة، ده الماكسيموم. يعني هو اقصاها عشرة ارقام هتطلع لك. هل ينفع خارج قسمة عشرة تطلع 11؟ مش هتطلع 11، لأن 11 موت 10 بكام؟ واحد، ويتبقى واحد. فباقي دايما الماكسيمم كام؟ 9. فكم رقم، كام رقم مختلف ممكن يطلع
من نود 10 بكام؟ 10. ايه هو بام. فالماكسيمم سايكل بكام؟ ب10. ايه هي بام. طب انا عايز اكبر السايكل دي، يبقى اكبر ايه؟ ام. عايز اكبر السايكل يبقى اكبر ام، عشان يوم فور اكزامبل الطاوله يبقى اجنريت 10000 زي ما انا عايز بقى. تمام، دي اول حاجه، ده ماكسيمم سايكل، خلي بالك. طيب لكن مش لازم تطلع ام بحالها، ممكن في ارقام من 0 ل 9 ما تطلعش. زي ايه هنا؟ اهي مكان ام ب10 والسايكل طلعت بكام؟ ب4. بس الماكسيمم سايكل اللي ممكن احصل عليها بكام؟ ب10. طيب ادي اول حاجه. تاني ملاحظه ممكن عايزين نلاحظها، ان دي ايكويشن، فانا لما اديك مثلا فور اكزامبل اكس 2 احطها في ايكويشن هتطلع لي اكس 3. طب يبقى انا ممكن اكس 3 دي بتتحسب، اي ممكن تعمل لها بريدكشن، اقول اكس 3 هتطلع كام، يعني نوت راندوم. ما هي راندوم تقول الرقم جاي انا ما اعرفش هيطلع كام، الرقم جاي انا ما اعرفش هيطلع كام، هنا طلع ايه انا عارف هيطلع كام، فعشان كده بيسموه سودو راندوم جينيريشن. سودو جاي من ايه؟ كاذب، يعني هو مش راندوم جينيريشن ولا اي حاجه، انا رقم جديد عارف هيطلع كام، فاذا هي سودو راندوم جينيريشن. دي اول ملاحظه، وان السايكل ماكسيمم هتبقى بام. تمام. طيب الماكسيمم سايكل ايكوال ام بتتغير، لكن طول السايكل لينس، كمان لينس احنا شفنا في الاكزامبل طلعت كام؟ 4. دي فانكشن في قيمة في ايه؟ فاليوز اوف ايه وسي، هو الملتبلاير والانكريمنت. ففي شروط ي اي وسي علشان تحصل على الماكسيمم سايكل، مكتوبة في الكتاب، بس يعني انا مش عايزكم تحفظوها، وانما تعرفوا ان قيمة الـ A و C هي اللي بتخلي السايكل ايه بتختلف. تمام، دي حاجة تانية. يبقى اول حاجة عرفنا ان الماكسيمم سايكل بام، وانها فانكشن في A و C، وفي شروط عشان نحصل على الماكسيمم سايكل على الماكسيمم سايكل، وان ده سودو راندوم نمبر جينيريتور. طيب ايه الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها؟ ان عايزين نخلي جينيريشن اوف راندوم نمبرز سريع فاست، يعني ليه؟
انا في سيميليشن ممكن بحتاج 10,000 او 100,000 random number. انا مش عايز العب الزهرة واقعد استنى نص ساعة اشوف هتجيب لي واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة وبعدين قدامي يلعب وهكذا. الله، طب ما افرض الدور خد 10,000 رمية زهر، طيب الوقت هيبقى ممل قوي. فانا عايز جينيريشن فاست. فقالك عشان الجينيريشن فاست نعمل حاجتين، سوري ما نحطش خط فايش. جينيريشن فاست قالك نعمل حاجتين، قالك ايه ادي اكس، احنا اكس ان زائد واحد يساوي اي اكس ان بلس سي مود ام. هل خلي ام دي دايما اتنين اس كي، حيث كي دي النمبر اوف بيتس اوف الكمبيوتر. ظهر عندكو اوف الكمبيوتر وورد. يعني في الكمبيوتر وورد اللي هي اللي بيبقى 4 بايت، يعني مثلا اللي هي تبقى 4 بايت يعني 32 بت. فخلي ام ب 2 اس 32 يبقى ماكسيموم سايكل اللي ممكن تجيبها كام؟ 2 اس 32 بكام بقى؟ احسبوها. تمام. طب حد يقول لي دي هتوفرها في ايه؟ انت لما تقول لي مود 2 اس كي عايزكم تعملوا لها تشيك ان نتيجة المود دي هي هتتحط، يعني اللي هي موجودة في 32 بت، اللي هيجي هنا هو نتيجة. انتوا عارفين شيفت ليفت وشيفت رايت لما تضرب رقمين في بعض وعايز تجيب باقي قسمه، يعني مثلا ايه انت ضربت رقمين في بعض طلعت اكتر من 32 بت، ف يعني المود 2 اس كي هتطلع لك على طول في البيتس، بس اعمل لها تشيك. تمام. فانها هتطلع لك على طول، مش هتحسبها، مش هتحسبها. ما هو المود بيتحسب ازاي؟ بنشوف هي بتساوي كام ونضرب مثلا 20 مود 25 او 20 مود 15 بواحد ويتبقى 5. فواحد كنا بنضربها في 15 ونطرح من 20 فيطلع 5. لا، هي هتطلع لك في مكانها في البيتس على طول. فعشان كده بنقيها 2 اس حاجه. تاني حاجه نعملها، تاني حاجه نعملها هي دي فيها كام ضرب، ادي ايه 1 مالتيبليكيشن، وفيها كام جمعايه، ادي واحد 2 اوبريشن. فقال لك لو حطينا السي بصفر فبدل ما تبقى لينير او ساعات بيسموها ميكست كونجرينيشن ميثود، هتبقى بنسميها ايه مالتيبليكيتيف.
ميكست يعني ايه؟ ان فيها ضرب وجمع. مالتيبليكيتيف فيها ضرب بس، ويبقى اكس ان بلس واحد يساوي ايه؟ اكس ان مود ام. فاذا فيها ضربايه واحده مش فيها ضربايه وجمعايه. و فاذا وام دي 2 اس كي، فدي هتبقى ايه؟ تسرع عمليه الجنريشن. فهو هنا حتى مدي اكزامبل 4 4 فيها سي بصفر. تمام. بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا، لحظة مهمة جدا. افرض انت جبت اكس، اديته اكس زيرو وبعدين اكس واحد اكس اتنين في حالة سي بصفر يعني، طلع اكس تلاتة بصفر، تفتكر اكس اربعة هتطلع بكام؟ صفر. اكس خمسة هتطلع بكام؟ صفر. اكس ستة هتطلع بكام؟ صفر. فانت هنا هتقول له تخلي بالك من الحتة دي قوي، تقول له هنا if statement if x of n equal zero اعمل اكس ان بلس واحد. اكس ان يعني معرفش بتكتبوها ازاي بقى، بالسي ولا بالماتلاب يعني. لو اكس ان خليها اكس ان بيساوي واحد، لازم سي وده يتكسر يعني، لازم الزيرو يتكسر. هذه فدي بتطلع بإيه في ستيتمنت؟ اكس ان بيساوي زيرو، يبقى اكس ان بتساوي واحد. طيب في ملاحظة كمان، افرض انت عندك سيستم وعملت له سيميليشن، طيب ايه المشكلة يعني؟ لا ما فيش مشكلة. طيب افرض السيميليشن موديل ده عايز انت عامله ايه عشان تعمل اكسبيرمنت؟ مثلا افكت اوف بلاد ارتري radius، وكان السيستم ده ستوكاستيك. طيب احنا دايما لما نيجي نعمل اكسبيرمنت افكت بنعمل ايه؟ بنثبت كل حاجه ونغير في بلاد ارتري radius بس عشان نشوف تأثير البلاد ريديس، بلاد ارتري ريديس مثلا. فلازم بنثبت كل حاجة. طب الله انت بتديني المرة دي راندوم نمبر جنريتورز، هتديني مثلا في التجربة الأولانية كان الريديس بقى واحد، لكن في السيميليشن ادتني نص وبعدين بوينت سبعة وبعدين بوينت واحد وبعدين بوينت او فايف وهكذا. طب جيت عملت ايه راديوس بعد كده في الاكسبيرمنت التانية ار اتنين ده ران واحد،
ده الرن نمبر واحد. طب الرن نمبر اتنين، فانك هتعمل تشوف الراديوس بقى ار اتنين، ورحت حطيت لي راندوم نمبرز 0.25، ما هو راندوم نمبر جنريتور بقى 0.6 0.03، وضفت. انا عايز اثبت كل حاجة واغير في ايه؟ في راديوس. فانا عايز ده مش كده، انا عايزه يكون زي ده، عايزه يكون في الران التانية نص 0.7 0.1 0.05. يعني انا طالب اذن السيكونس must be reducible، قابل لإنتاج مرة أخرى سيكونس أو راندوم سيكونس، قابل للإنتاج مرة أخرى. طيب دي ازاي بتيجي؟ ازاي دي بقى؟ بالإكس نوت. أنت لو الإكس بديت بيجين with the same seed اللي هو x نوت، you obtain the same sequence. يبقى لو عايزين نشوف effect بتاع تغيير حاجة نحطها نفس السيكونس. ازاي؟ ان نديها في الرن التانية نفس اكس نوت، في الرن التالتة نفس اكس نوت. فهي دي موجودة في سيكشن 4.1. كل الكلام ده اللي احنا بنتكلم فيه سيكشن 4.1 ايه هم؟ تتكلم في شروط، ايه هو 1 كذا 2 كذا لغاية 6 كذا، بس تقرا الست دول، تقرا الست دول. فده هو ازاي بتجنريت رقم نمبر راندوم نمبر. الايكويشن دي اللي خدناها دي بتطبع يونيفورم من كم لكم بقى؟ من 0 لماكسيمم ام ناقص 1، مش 1. يعني لو 2 أس 32 اقصى رقم تديهولك 2 أس 32 ناقص 1. طيب تعال ناخد الشيت بتاع الموضوع ده، الشيت examples اللي احنا خدناها، وبعدين المسائل زائد exercise page 95 number 4.2، هي نفس حكاية تعويض مباشر 4.3، ده لما تسيب 0 و
لا ما خدناش، ما خدناش. وي نمبر 4 9 ده اللي هو زي اكزامبل محلول بالظبط. باينوميال ما خدناهوش، بواسون ما خدناهوش، فورتران ما لناش دعوة بيه. الفورتران على فكرة كان لغة أنا عملت بيها مشروع تخرج، أحسن لغة في الماثيماتكس كان فورتران، وفورتران ده اسم واحد. كان البداية خالص في البروجرامينج بتاع الكمبيوتر، لما ما كانش بي سي، كان قد الدولاب كده أو قد الأوضة، كنا بنستخدم فورتران. وكان الكمبيوتر أوضة كبيرة، أو لما تقدم شوية بقى الدولاب، فكنا بنستخدم فورتران. كان أحسن حاجة في الماثيماتكس. نزل بعديه الباسكال، يمكن ما تسمعوش عن الباسكال. نزل بعديه السي، وابتداء من السي بقى نزل انواع السي مختلفه، وماتلاب وي 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 وكان فورتران ايامه في بيزك. البيزك كان الهوم كمبيوتر، كان الاطفال وكده لو اني يعمل كل حاجه برضه، لكن احنا المشروع بتاعنا كان فورتران بس. هما التلات مسائل دولت، والتلات مسائل دولت هما الاكزامبلز بس عشان تمرن ايدك في الموضوع. يتبقى لدينا ان شاء الله محاضرة واحدة، وان ليكشر، اللي هي سيميوليشن ابلكيشن، ان شاء الله يبقى كده فنشنا المنهج ان شاء الله، وبالتوفيق يا شباب.